على مر العصور الإسلامية التاريخية، كان المسلمون يولون اهتماماً كبيراً بالعلم والمعرفة، وخاصة علوم الدين، والتي طالما احتاجت لكثير من البحث والتجديد، ومن أهمها المدرسة الكاملية. هي إحدى أهم المدارس القديمة في القاهرة التاريخية، والتي ترجع إلى العصر الأيوبي، حيث تنسب المدرسة الكاملية في القاهرة إلى السلطان الكامل محمد بن السلطان العادل بن أبي بكر بن نجم الدين أيوب، الذي يعد من أهم سلاطين الأسرة الأيوبية. تقع المدرسة الكاملية إلى الغرب من شارع النحاسين بمدينة القاهرة. أنشأها السلطان الكامل عام 621 من الهجرة كدار للحديث وعلوم السنة النبوية، وعد ثاني مدرسة لتدريس الحديث عملت في الإسلام بعد المدرسة التي أنشأها الملك العادل نور الدين زنكي في دمشق. كانت المدرسة الكاملية في البداية عبارة عن دار تعرف بدار ابن كستول، وسميت بدار الحديث الكاملية لأنه كان يدرس فيها علم الحديث وما يلحق بذلك من علوم. دأب الأيوبيون على إنشاء مثل هذه المدارس لنشر مذهبهم الديني، والتي كانت ضرورية لإتمام الإصلاح السني ومحاربة الدعوة الفاطمية حينها. تؤكد المصادر التاريخية أن المدرسة كانت على المذهب الشافعي، حيث عمل بها ثلاثة من فقهاء الشافعية، وهم أبو الخطاب عمر ابن الحسن ابن علي بن ضحية، ثم أخيه أبي عمرو عثمان بن الحسن، ومن بعدهما تولاها الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري، الذي بقي في مشيختها أكثر من 20 عاما. بلغ عدد المدارس التي أنشأها الأيوبيون في القاهرة نحو 23 مدرسة لم يحافظ عليها الزمن. على سبيل المثال، المدرسة الصالحية التي أنشأها الصالحي نجم الدين أيوب اندثرت معظم أجزاء المدرسة الكاملية، وأقام الأمير حسن كتخدة الشعراوي في العصر العثماني زاوية للصلاة على المساحة التي كان يشغلها الإيوان الشرقي بالواجهة. وكانت هذه المدرسة عبارة عن إيوانين، إحداهما في الجهة الشمالية الغربية والآخر في الجنوبية الشرقية، وبينهما صحن مكشوف، إلا أنها تخربت ولم يبقى منها حاليا غير بقايا من الإيوان الغربي.